القناعة نالها فقراء فأصبحوا أغنياء، بل صاروا من المثنى عليهم في كتاب الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. القناعة واجبة وجوبا شرعيا على والي اليتيم إذا كان غنيا، ولو كان يقوم على شؤون هذا اليتيم، فإن هذا الوالي لليتيم يجب عليه أن يقنع، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يأخذ من مال اليتيم شيئا ولو كان قائما على ماله. قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف.